فتح لا يمكن أن يلغيها أحد، رسالة حاسمة وعلنية وجهها من قطاع غزة مئات آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا في مشهد جماهيري نادر لإحياء الذكرى 48 لانطلاقة حركة فتح، وذلك للمرة الأولى من القطاع بعد هدوء حدة التوتر بينها وبين منافستها حركة حماس التي تحكم منذ عام 2007. وإننا بعون الله وبتصميم شعبنا وبدعم الأصدقاء والأشقاء والعالم الحر سنحقق أهدافنا وسنحتفل بذكرى قادمة لثورة انطلقت حتى تحقيق النصر. فالنصر قادم قادم قادم، وإن شاء الله نلتقي بكم في غزة هاشم، غزة الأبية في القريب العاجل، وكل عام وأنتم بخير. وتولى نحو 5000 عنصر من فتح وأجهزتها الأمنية السابقة في غزة تنظيم المهرجان في نطاق ساحة السرايا الرئيسة وسط مدينة غزة، فيما تولت حكومة حماس تأمينه خارجيا. وفيما هنأت حماس فتح معتبرة المهرجان خطوة إيجابية على طريق استعادة الوحدة الوطنية، رأت فيه الرئاسة الفلسطينية استفتاء شعبيا شاملا على دعم الجماهير للخط السياسي الصحيح للقيادة الفلسطينية ورئيسها عباس، الذي أطل على الجماهير في كلمة متلفزة عبر شاشات كبيرة أكد فيها أن النصر قادم. أبو مازن يا حبيب الشعب، أبو مازن حنعد الصعب، إيد بإيد حنبني الدولة ولا يصعب علينا صعب. وكان قد وصل إلى غزة عدد من قادة فتح، من بينهم عضو اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، وأكد بيان من مكتب إسماعيل هنيه رئيس حكومة حماس أن هنيه التقى في منزله في غزة وفدا من قادة فتح، ضم إلى الرجوب زكريا الآغا أبرز قادة الحركة في قطاع غزة. الحراك الثوري في الأردن يدخل عامه الثاني، والمتظاهرون يرفعون راية جمعة مستمرون. في تظاهرة سلمية، مئات الناشطين من الحركات الشبابية والشعبية والقوى الوطنية الأردنية أحيوا الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك الأردني المطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد تحت شعار مستمرون. انطلقت التظاهرة بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، ورفع فيها المشاركون سقف الهتافات الرافضة للحكم الملكي من قبيل حرية حرية مش مكارم ملكية ولا انتماء إلا لرب السماء. وانتقد المتظاهرون السير في العملية الانتخابية ووصفوها بالمسرحية، مؤكدين أنها ستدفع المشهد السياسي إلى مزيد من التأزيم، ومطالبين بمحاربة المسؤولين عن الفساد. في المقابل نفذ مئات الأشخاص في المكان نفسه اعتصاما رفعوا فيه شعارات دعت إلى التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول الراية الهاشمية لأنها صمام الأمن والأمان في هذا الوطن، وانتقدوا فيه كل أصحاب الأجندات الشخصية والخارجية. وشكلت قوات الأمن حاجزا بشريا للفصل بين التظاهرتين.